صباحا أسعد الله صباحكم بكل خير عبر أثير صوت العرب من أمريكا راديو بلدي. حديثنا شيق هذا الصباح. لأول مرة في التاريخ المرأة السعودية تدخل مجلس الشورى منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في عام 2005. شجع الإصلاحات في المؤسسات الدينية والتعليم والقضاء ومنح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشيح في المجالس البلدية وحق التعيين في مجلس الشورى لعام 2015. تتمتع المرأة في المملكة العربية السعودية بحقوق عديدة تستند إلى عادات وتقاليد المجتمع السعودي ووفقا لتعليم الدين الإسلامي الذي يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. حول دور المرأة السعودية وما تتمتع به من حقوق سياسية واجتماعية واسعة النطاق، راديو بلدي صوت العرب من أمريكا راديو بلدي معكم على الهواء مباشرة من الثامنة وحتى التاسعة صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. من وراء الميكروفون معكم ليلى الحسيني، وتشاركني في تقديم البرنامج الإعلامية ناهد الأغا، معدة ومقدمة برامج في التلفزيون السعودي القناة الأولى. الدكتورة ناهد حاصلة على الدكتوراه الفخرية من جامعة الحياة الدولية للتنمية البشرية، مدربة دولية ممارسة ومعتمدة من المركز الأكاديمي لرواد النجاح، خبيرة معتمدة بفن الاتيكيت من المركز العالمي الكندي للاستشارات والتدريب، ومدربة معتمدة من الأكاديمية العالمية للتنمية البشرية البريطانية. صباح الخير ناهد ومرحبا بك عبر إطلالتك الأولى عبر صوت العرب من أمريكا. صباح الورد، صباح يفوح بأجمل عطور العالم. بيسعدني وبشرفني كثير أني أشارك معك ليلى وعبر أثير أمريكا إلى العالم من بلدي الثاني المملكة العربية السعودية، واللي أنا أكملت حقيقة دراستي فيها وعملت وأقمت منذ أكثر من 18 عاما وكونت أهم حاجة أسرة جميلة ورائعة جدا. شكرا لك وعلى هذه التقدمة الجميلة بجمال روحك الطيبة. طبعا هذه أول جمعة لنا في المملكة العربية السعودية، هي بتكون آخر ويكند. بداية مع الأسبوع القادم حتكون العطلة، أو الويكند حيكون جمعة وسبت بدل من الخميس والجمعة. نهد صباح الفل لك وصباح الفل لكل من يتابعنا الآن عبر الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط ومن المملكة العربية السعودية. سنوات قضيتها طويلة في السعودية، البلد العربي الذي اخترته إقامة عائلة وأبدعت فيه من خلال عملك كمذيعة في قناة السعودية الأولى. نهد، كيف تصفين هذه الفترة من حياتك وأنت المغتربة من أصل سوري؟ يعني اليوم حديثنا بداية الحديث سوري نعم، يعني هنتكلم باللهجة السورية على كذا. صباح النور لك يا ناهد، تفضل. كل إنسان بيفتخر بلهجته، يفتخر في بلده، وأنا بفتخر في بلدي الأساسي اللي هي سوريا، وبرضه بفتخر في المملكة العربية السعودية. أكيد النجاح يعني هو إرادة، والإرادة بعتقد إنه هي أساس كل نجاح، ويعني الإرادة بتكون مش معناها إنه يكون لدى الإنسان خيال والمهني بيكون يعني بيحلم بأشياء كثيرة ربما لا تتحقق. يعني أن تكون نجما، أن تتقرب حقيقة للقلوب، وأن تكون مؤمن بهذه الإرادة. أكيد أنا بحمد ربي إنه جيت المملكة وأقمت في المملكة ودرست وعملت في المملكة اللي فتحت لي جميع الأبواب. ولا شك إنه الطموح كان مصحوب بالعمل والصدق والتجارب. ليلى بتختلف باختلاف، يمكن كما ذكرتي الاغتراب وهذه الأسباب، يعني التجارب
تختلف باختلاف الظروف والأسباب، وأيضا تختلف بالثقافة وبالبيئة أينما كنت. يعني أنا على سبيل المثال مهما كانت ثقافتي أكيد أنا، وهذا أعتقد أنه أيضا لجميع مقدمي أو معدي البرامج، في كل ضيف نحن بنستفيد منه ونستفيد ثقافة أخرى وثقافة جديدة، حتى التميز والطباع، كل ضيف عندك بيتميز بطبع معين. ليلى بتتمتع بطبع الهدوء وجمال الصوت والبرستيج العالي. إذا أنا هلأ عم أستفيد منك كمان ليلى. يعني مديح لم أتوقعه من إعلامية رائعة نهد الأغا، صاحبة الحضور الجميل على القناة السعودية الأولى ومدربة فن الإتيكيت. نهد، باختصار ما هو الإتيكيت الإعلامي كما ترينه من وجهة نظرك؟ يعني جيتي على سؤال كثير مهم بعتقد في هذه الأوقات، حيث تختلف يعني بهذه العولمة أيضا للقنوات الفضائية وأيضا لصوت الإذاعة يختلف من بلد إلى آخر، وكل بلد له عرفه وله برستيجه الخاص. إذا تكلمنا عن الإتيكيت الإعلامي يطول ويطول الشرح جدا، وحاليا أنا بحاضر في كتيب صغير عن الإتيكيت الإعلامي اللي بيختلف حقيقة من دولة إلى أخرى من بيئة إلى أخرى. أعتقد أنه الإتيكيت الإعلامي هو أن تصل بصوتك ضمن الأدبيات والأخلاقيات اللي بتفرض احترام الآخرين. بملخص بسيط ليلى، نحن بنفرض كإعلاميين احترامنا للغير، وكما نحترم أنفسنا أكيد نحن نطلب من الغير احترامنا ضمن البيئة اللي نحن عايشينها، ضمن الحرف اللي نحن بننهجه أو يعني نتكلم به. نهد، من خلال خبرتك وسنوات طويلة عشتها في السعودية، ما هو رأيك في المرأة السعودية؟ يعني حديثنا اليوم سنستضيف من خلال برنامجنا اليوم سيدات لهن بصمات رائعة في المجتمع السعودي، وأيضا دخلنا المعترك السياسي ومجلس الشورى. لأول مرة في التاريخ ستكون معنا الدكتورة زينب أبو طالب، الدكتورة إلهام محجوب بن أحمد بن حسنين، والدكتورة أمل باجري. ما رأيك في المرأة السعودية وما حصلت عليه من تقدم مؤخرا في مجتمعها؟ نعم، الحقيقة يعني 18 سنة وأكثر ليلى قضيتها في المملكة، المرأة السعودية كانت أختي وصديقتي وجارتي وحبيبتي، لم أشعر بذلك المغترب نتيجة التعامل يعني من خلالهم. بعتقد أنه عانت في البداية، لا شك في كل مجتمع له صعوبات، وهذه الصعوبات تكلم فيها غيري الكثير، لكنها اليوم هي شركة الرجل، أبا وزوجا وأخا وابنا، يعني بيفرض عملها بوسع بجوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك. يعني دعني أقول لك، في عصر خادم الحرمين الشريفين الذي ظل وسعاد أمامنا في مجال عملها، وهذا التحول انعكس إيجابيا على المملكة، عمل المرأة السعودية اليوم أحد القضايا الهامة التي تحظى حقيقة بها في الواقع أصيل وحافظ على كيانتها وسمعتها المشرفة. حول وقع المرأة في السعودية ودخولها التاريخ ومجلس الشورى بعد الفصل، لا تذهبوا بعيدا، ما يزال حديثنا شيق جدا، وباستضافتنا ضيفات ستضيء إضافة وإشراقة حول هذا الموضوع بعد الفصل، لا تذهبوا بعيدا. سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير أمريكا. If you get into a car accident, how will you pick up the pieces when you can't work, when the bills pile up? Who will help you? Call 866-YOUR-RIGHTS. I called Jumana. She took care of everything. My medical bills, lost wages, and even a large settlement. I am Jumana Hughes, and I assure you that my team will not stop until you get the most for your rights. If you've been in a car accident, call Jumana. 866-YOUR-RIGHTS. The American Muslim Center works for the community. It establishes goodness, virtue, and develops relationships between the Muslim communities as well as regional and national non-Muslim communities. The American Muslim Center on Outer Drive in Dearborn. Call 313-565-9314 or visit AmericanMuslimCenter.org.
سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا من يوم اللي اتكون يا وطني. مرحبا بعودتكم في برنامجنا هذا صباح صوت العرب من أمريكا راديو بلدي. وحديثنا هذا الصباح لأول مرة في التاريخ المرأة السعودية تدخل مجلس الشورى. وطبعا بإمكانكم الاستماع إلينا من ميشيغان توليرو أوهايو ويندر كندا على الموجة المتوسطة WNZK 696 AM, ولمستمعينا في مناطق واشنطن فيرجينيا ماريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700. أيضا بإمكانكم الاستماع للبرنامج حول العالم من أي هاتف نقال على الرقم 702-489-0120. نتلقى اتصالاتكم مباشرة من داخل أمريكا على الهاتف 248-557-3300. وأيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر قنوات السوشيال ميديا وعبر سكايب يوت أرب ريديو. للاستماع إلينا من كل أنحاء العالم بإمكانكم أن تستمعوا إلينا عبر الويب سايت www.birec.com. عودة إلى البرنامج بعد الفصل, ومعي مباشرة الإعلامية ناهد الأغا المذيعة في قناة السعودية الأولى, وانضمت إلينا الآن الدكتورة إلهام بن محجوب بن أحمد بن حسنين, تشغل حاليا منصب عضو مجلس الشورى السعودي بعد أن كانت مستشارة غير متفرغة بمجلس الشورى, وكيلة عميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة القرى سابقا, تحمل شهادة الدكتوراه والماجستير في تخصص علوم الحاسب, معالجة إشارة وبناء الكلام من جامعة سيري في المملكة المتحدة البريطانية. مرحبا بك ناهد مرة أخرى, ومرحبا بضيفتنا الكريمة. أهلا من جديد بك ليلى وبضيفتنا الدكتورة إلهام, وهي علم من الأعلام الكبيرة جدا في المملكة العربية السعودية. دكتورة إلهام صباح الخير. أهلا صباح النور. دكتورة إلهام أرحب بك في إطلالتك الأولى عبر أثير صوت العرب من أمريكا راديو بلدي. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله, ومنذ تسلمه مقاليد الحكم شهد عصره أكبر حراك مجتمعي إصلاحي تشهده المرأة السعودية. من خلال مسيرتك الرائعة ودخولك مجلس الشورى في سابقة أولى تاريخية في تاريخ المرأة السعودية, كيف ترين هذا الحراك دكتورة؟ هذا الحراك, أولا أشكركم استضافتي, طبعا خادم الحرمين الشريفين الله يطول في عمره, بهذا الأمر يعني كان له أثر كبير في المجتمع. طبعا المرأة السعودية منذ نعومة أظافرها وهي لها دور كبير في الوطن من ناحية التربية وأبحاثها العلمية خارج وداخل المملكة, لكن دخولها للشورى يعتبر فعلا له حراك, لأنها الآن أصبحت في مكان يمكن لها تكامل مع أخيها الرجل في القرارات التي تنفع المجتمع ككل, وهي بإذن الله أثبتت جدارتها في كثير من الأمور. طبعا حديثة العهد ليست كزميلها الرجل في مجلس الشورى من الخبرة, ولكن ما شاء الله تبارك الله يعني دورها من زميلات يعني جدا رائع ما شاء الله تبارك الله. يعني أكيد هذا شيء مشرف لنا كلنا نحن النساء العربيات, ويعني من بلد ثانية أيضا أتكلم من المملكة العربية السعودية. الملك ينتصر حقيقة للمرأة ويرسم ملامح عصرها الذهبي, وقد أيضا شاركت في جميع الوظائف دون تميز. نود بطاقة تعريفية دكتورة إلهام ولو بجمل بسيطة منك. أنا إلهام محجوب أحمد حسنين من مكة المكرمة, أم لأربعة أبناء. كان جدي لأبي أحمد حسنين السيد أحمد حسنين رحمه الله أحد المطوفين المعروفين بمكة المكرمة, وكان جدي لأمي حمزة الكوبي رحمه الله أحد كبار تجار المدينة المنورة. والدي رحمه الله من مواليد مكة المكرمة, وكان من طلاب مدارس الفلاح بمكة المكرمة, ومن أوائل المبتعثين خارج المملكة لدراسة البكالوريوس. حصل على البكالوريوس من شيفيلد عام 1957 في الاقتصاد من جامعة شيفيلد في بريطانيا, ومن ثم أكمل دراسته ماجستير ودكتوراه في أمريكا, حيث أخذ تخصص علاقات عامة وعلاقات دولية عام 1969 من جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا. في ذلك الوقت ولدت أنا في الولايات المتحدة في بيتسبرغ بنسلفانيا, ومن ثم انتقلنا إلى المملكة العربية السعودية لعام, حيث عمل والدي في وزارة البترول والثروة المعدنية,
وبعد ذلك انتقل إلى أوبك في النمسا في فيينا. هناك تلقيت دراسة الابتدائية في الانترناشنال سكول الانجليش انترناشنال سكول، وهذا كان له أثر كبير صراحة في تعلم الإنسان المسؤولية لأنه تنقل. نعم دكتورة. بعدها رجعت إلى المملكة العربية السعودية في الرياض، حيث درست المتوسطة والثانوية في منطقة الرياض، ومن ثم تزوجت شريك حياتي الدكتور وليد الطف الذي كان آنذاك معيد في جامعة أم-القرى ومبتعث إلى بريطانيا. هناك أكملت مشواري التعليمي في بريطانيا حيث أكملت البكالوريوس. دكتورة، ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية، استوقفتني هذه العبارة لك معرفة وثيقة إذا في المجتمع الأمريكي. أهم نقطة اختلافية برأيك بين المرأة عموما في الشرق الأوسط وبين المرأة في الغرب، كيف ترين هذا الاختلاف دكتورة من معرفتك بثقافة المجتمعين معا؟ نعم، يعني ثقافتي تنقلي أصلا في العالم في مناطق أخرى كثيرة. أعتقد أن المرأة ترى ثقافتها واحدة ولو اختلفت اللغات والمجتمعات والكالتشرال إفكتس، لكن في الحقيقة المرأة يعني قد يكون في الولايات المتحدة المرأة شريك للرجل منذ زمن أبعد في الظاهرة، حيث أنه يعني في الوظائف والأعمال الإدارية، ولكن المرأة هي المرأة، هي تكامل للرجل أينما كانت، سواء في الإدارات والوزارات أو في المنازل والمدارس وهكذا. دكتورة دعينا نأخذ نعم أتفق معي دكتورة، يعني دعينا نأخذ إحصاء بسيط. نحن نتحدث اليوم عن دخول تاريخي للمرأة السعودية بنسبة 20% إلى مجلس الشورى. أعضاء المجلس الأمريكي طبعا من النساء ضم الكونغرس الأمريكي الجديد وهو في ولايته 13% في تاريخ الولايات المتحدة هذا العام فقط عددا قياسيا من النساء نتيجة الانتخابات التجديد النصفية التي جرت طبعا في نوفمبر من العام الماضي. أدت 80 امرأة اليمين يوم كان ذلك يوم الخميس ليصبحن عفوا عضوات في مجلس النواب، وينضمن إلى 20 امرأة محصلة ذلك الدخول التاريخي أيضا هذا العام. وبهذه الكثافة كان 100 امرأة بين أعضائه، البالغ عددهم 535. يعني حتى المرأة في أمريكا يا دكتورة، وتصديقا لكلامك، هذه النسبة المئوية العالية كانت فقط في هذا العام. يعني ونحن كما تعلمين الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في حقوق المرأة وإعطاء المرأة حقوقها كما يصفها الكثيرون. ولكن ألا تعتقدين دكتورة إلهام أن خسارة السيدة هيلاري كلينتون الانتخابات الرئاسية أمام منافسها الرئيس باراك أوباما يعود ذلك إلى أن المجتمعات ما تزال ذكورية بالعموم؟ كما ذكرتي هناك ريادة للذكور في مجتمعاتنا وحتى أيضا في المجتمعات الغربية، هل تتفقين معي دكتورة؟ أتفق معك طبعا، يعني هذا شيء معروف نوعا منذ قصص الأجانب، قصص العرب، الأفلام الكرتونية، الأفلام جميعها تؤدي إلى يعني عالم ذكوري. ولكن المرأة حينما بتوضع في المكان مثل زي مارغريت تاتشر وحول العالم في نساء كثيرين يثبت جدارتهن يعني. لكن المجتمع ما زال كما تفضلتي، يعني أمريكا 113 عام والآن أصبحت المرأة في 20%، في حين نحن في المملكة العربية السعودية أي نعم الفترة أقصر ولكن التسارع سريع. فلذلك يعني المرأة ما شاء الله يعني ستطلع في العالم كله، أنا أعتقد يعني هذا شيء. أعتقد أيضا يعني بملك الإنسانية في عهده يعني كان دوحة بالماء الحقيقة يتفيأ بها الشعب في ظلالها، وشهدت المملكة العربية السعودية العديد من التحولات العميقة والجذرية وهي واضحة يعني أمام الجميع. اختصار العشر سنوات الأخيرة بدولة اليوم تصل إلى ما لا تصل إليه دولة أخرى بظل هذه القرارات ليشجع حقيقة المرأة على العمل. نعم وبطريقة حكيمة حفظه الله خادم الحرمين الشريفين. يعني وجود المرأة في الشورى أولا ما ابتدأ على طول مرأة في الشورى، بدأ أول شيء بمستشارات بعدد 6 مستشارات وبعد ذلك أصبح 12. فتدريب المرأة يعني خادم الحرمين الشريفين في قراراته دائما
حفظه الله يعني يعني يفكر ب للأمام ليس فقط إنه يضع المرأة هكذا فهي نعم أول إذا لقد كانت مدروسة وذلك أعطت نتائج إيجابية ولم تأتي بسرعة أو بشكل مفاجئ. هذه النقلة دكتورة إلهام النوعية يعني فقط أعتقد كل التطورات والتطلعات لتكون المرأة اليوم في السعودية هي شريكة الرجل بفضل قدراتها وما عليكم أنتم اليوم وهذه الصورة التي نصلها إلى كل العالم. ما هي الرسالة التي توجهينها عبر صوت العرب أمريكا؟ وقبل هذه الرسالة لو سمحتي دكتورة لي يعني أود أن استوقفتني عبارة رائعة لخدم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قال إن المرأة هي الأم والابنة والأخت والجزء الذي يبني المجتمع. كما أشارت زميلتي العزيزة ناهد المرأة السعودية خطت خطوات رائعة وطبعا لا يتم التعريف عنها في المجتمعات الغربية. تظل أن نظرة الغرب بالعموم للمرأة العربية والسعودية نوعا ما لا يعرفون تماما ما هي مسيرتها اليوم مغيبة لعدة أسباب سنتطرق إليها لاحقا دكتور. ولكن ما هو رأيك بمسيرة المرأة السعودية كما أشارت زميلتي ناهد؟ مسيرة المرأة السعودية جدا رائعة. هي قد تكون المرأة السعودية خجولة نوعا ما في السابق حيث أن يعني لو نظرتي بالعكس المرأة السعودية ظاهرة في جميع الأبحاث العلمية ولكن لا يوجد هناك التحدث عن النفس عن المرأة السعودية تعرف كيف. ولكن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وهي كمثيل لزميلاتها سواء قد يقول البعض أن المرأة لا ليس لها الحرية في المملكة العربية السعودية أو غيرها. هذه الأشياء التي تنظر لها فهي موجودة في جميع المجتمعات بنسبة أو تناسب. المجتمع هو الذي يحرك هذا تطلع المرأة والمرأة جاهزة لأن تكون كمثيلاتها. أبدا يعني المرأة هي دورها أن تظهر نفسها أيضا المرأة السعودية أو غيرها. الرسالة التي طلبتها السيدة ناهد وتوجهينها إلى الجالية العربية الأمريكية من خلال صوت العرب من أمريكا، ماذا تحبين أن تقولي لهم في هذا الصباح في إطلالتك الأولى عبر أثير صوت العرب من أمريكا دكتورة إلهام؟ المرأة السعودية بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا ومن ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين داخل المملكة وخارج المملكة لها ثقلها ووزنها في جميع آرائها. وأتمنى من النساء حول العالم أجمع وبالأخص الولايات المتحدة أن تعاون المرأة في إظهار الصورة الحقيقية. يعني أريد من الولايات المتحدة أن تنقد فعلا عن الصورة الحقيقية للمرأة السعودية والعربية والمسلمة فهي ليست كما يعني يصور للجميع. بالعكس المرأة السعودية قوية ومحافظة عليها وإن شاء الله ستؤدي الدور التي هو مطلوب منها على أكمل وجه. دكتورة إلهام وهذا دورنا نحن في الإعلام العربي والمهجري الذي يجب أن يكون لنا دور كبير في إظهار ثقافة مجتمعاتنا حضور نسائنا في الشرق الأوسط وأيضا نجاحات الرائعة التي تحققها المرأة العربية في كل المجالات. الدكتورة ناهد بنت محجوب بن أحمد بن حسنين شكرا لك الدكتورة إلهام عفوا عضوة مجلس الشورى السعودي شكرا لك على قبولك استضافتنا هذا الصباح. شكرا لكم على استضافتي وجزاكم الله الخير. يا صعيدين الدهر حبيت أدلعها تنجي دائما لصاحبها زهرة عبد الحق مجوهرة رائعة الجمال للعرائس أروع تشكيلة من المجوهرات الألماس مجوهرات نادرة لا مثيل لها ولا يوازي سعرها أي مجوهرات أخرى في دقة الصنع وجمال التصميم صياغة عربية وأوروبية أحلى قطع الذهب الألماس البلاتين والأحجار الكريمة وفوات الزواج لأحلى مناسبة في حياتكم. نظام مضمون 100% يشترون الذهب بأفضل الأسعار الموجودة في الأسواق تصليح كافة القطع. مجوهرة زهرة عبد الحق تقع على 5601 شيفروت في مدينة ديوبون اتصلوا بهم على 313-582-7888 313-582-7888 أحلى مجوهرات لأحلى مناسبة.
مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية في مدينة ساوسير في ولاية ميشيغان، المؤسسة الرائدة في العمل الإغاثي والإنساني. مؤسسة الحياة ومنذ 20 سنة تقدم العون للفقراء والمحتاجين والمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في شتى أنحاء العالم. كما تقوم مؤسسة الحياة بكفالة الأيتام والعوائل الفقيرة وحفر آبار المياه في مناطق الحاجة، وأيضا تقوم مؤسسة الحياة بتزويد المشافي والمستوصفات الصحية بالأدوية والمعدات الطبية وإنشاء مدارس وعيادات طبية في أقطار عديدة من العالم. مؤسسة الحياة مرخصة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع التبرعات معافاة من الضرائب. اتصلوا بمؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية على رقم الهاتف المجاني 1-800-827-3543 أو زوروا موقعهم الإلكتروني على www.lifeusa.org. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم، أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان، كرافت، نسلي، باك، ريجل، بيكان، دانا، بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم. بلدي يا بلدي. مرحبا بعودتكم معنا هذا الصباح، وموضوعنا الهام، ولأول مرة في التاريخ المرأة السعودية تدخل مجلس الشورى. منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في عام 2005، شجع الإصلاحات في المؤسسات الدينية والتعليم والقضاء، ومنح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشيح في المجالس البلدية وحق التعيين في مجلس الشورى لعام 2015. ومعي أيضا من السعودية مباشرة العزيزة ناهد الأغا، المذيعة المتألقة في قناة السعودية الأولى. ناهد، صباح الخير مرة أخرى، صباح التواصل في القلوب النظيفة، أهلا بك ليلى من جديد. صباح الخير ناهد مرة أخرى. ومعنا أيضا ضيفة رائعة انضمت إلينا الآن، الدكتورة زينب أبو طالب، الحاصلة على الزمالة البريطانية في كلية الطب جامعة الملك سعود، استشارية النساء والولادة والعقم وأطفال الأنابيب، عضو في مجلس الشورى السعودي. تقلدت العديد من المناصب الإدارية والتعليمية في جامعة الملك سعود، تخرج على يدها آلاف من الطلبة الذين يترصدون مقاعد قيادية في الدولة، ولها إسهامات طبية كثيرة عالمية، وهي أول طبيبة سعودية تخرجت من جامعة الملك سعود كلية الطب. يعني لا أدري ماذا أقول، هذه هذه السيرة الذاتية للدكتورة زينب، وهي زاخرة جدا في العلم والمعرفة، وكما عرف أيضا عنها صاحبة أخلاق عظيمة. نرحب أكيد بالدكتورة زينب أبو طالب معنا عبر الهواء. دكتورة زينب صباح الخير لألك، ومرحبا بك عبر أثير صوت العرب من أمريكا في إطلالتك الأولى على الجالية العربية والأمريكية. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم جميعا. دكتورة، مسيرة رائعة، يعني كما تقول السيرة الذاتية وكما قرأت على المستمعين، حضرتك أول خريجة سعودية تخرجت من جامعة الملك سعود في كلية الطب، يعني هذا الإنجاز الرائع. كيف تصفين هذه المسيرة دكتورة؟ كما قلت مسيرة، يعني أحمد الله على أني كنت أول طبيبة تخرجت من أول كلية طب في المملكة جامعة الملك سعود، ومنذ ذلك اليوم أكثر من 30 تقريبا 35 سنة سنين عامرة إن شاء الله بالعطاء لمجتمعي و بنات بلدي وفئات المجتمع عموما، إسهامات سواء بالإدارة، بالتعليم، بالإعلام، إسهامات كثيرة لا أستطيع حصرها الآن جميعها.
فأنا حست على العديد من شهادات التميز والتقدير في التعديل التعليم الطبي، وأفتخر كما قلت بأنه تخرج على يدي العديد من الأطباء والطبيبات الذين أفتخر الآن فيهم وأشعر بالرضا أنهم يتبوؤون أماكن مرموقة ولهم إسهامات جليلة في المجتمع. بعضهم لهم براءات اختراع يحتذى بها ويستفاد منها في جميع أنحاء العالم، يعني الاستفادة تعدد خارج حدود الوطن من طلباتي وطالباتي. ونحن أيضا مسرورين جدا بك دكتورة وبهذا التقدم الرائع للمرأة السعودية، وأنا شخصيا فخورة باستضافة سيدات على مثل هذا القدر من الثقافة والتقدم والحضور القوي في مجتمعهم. نحن أيضا فخورين بما وصلت إليه المرأة السعودية في عهد خاتم الحرمين الشريفين. المرأة العربية دائما في اهتماماتنا واهتمامي، دائما كنا أعتقد وما زلت أعتقد أنها لم يعتنى بها العناية الكافية، وخصوصا عندما ننظر للتشريعات والقوانين التي في البلدان العربية عموما وفي السعودية أيضا، هناك تقصير ولا يتوافق مع الدين الإسلامي الذي منحها كل الحقوق. إن الله عادل كما تعلمين، وكفى لكل إنسان حقه، فلماذا لا تعطى حقوقها التي كفلها لها الدين الإسلامي؟ تفضل. هذه النقلة النوعية حقيقة، وهي يعني للمرأة السعودية، يعني حضرتك أول طبيبة سعودية في المملكة العربية السعودية. لم تكن مسبقا المرأة تدخل مجال الطب، وربما ضمن العادات والتقاليد التي تمنع دخول المرأة السعودية أو الفتاة السعودية في كلية الطب. اليوم بفضل طبعا هذه التطورات والتطلعات من قبل خادم الحرمين الشريفين تصل إلى مراكز قيادية مهمة في المجتمع، وأيضا تنميته والرقب يعني وعلميا والتزام بتعاليم ديننا الحنيف. يعني أدى هذا القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين أن تكون. نعم دكتورة تجد، الصوت غير واضح عندي، ولكن كما ذكرت أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتمكين المرأة في بتعيين 30 امرأة لتشارك زميلها الرجل في صنع القرار لها نفس الحقوق والواجبات، قرار موفق سبق توقعات كل العالم. نحن الآن في مجلس الشورى السعودي حصة المرأة في المجلس تقريبا خمس المجلس، وهذه النسبة تجاوزت البرلمانات العربية والأوروبية. المرأة الآن في المملكة ليست متلقي فقط، لها دور فعال في القرارات. وكما تعلمين المرأة أكثر جرأة وشفافية ودقة في مناقشة القضايا، هذا باعتراف الجميع وباعتراف زملائنا في عضو المجلس وباعتراف رئيس المجلس معالي رئيس المجلس. دخول المرأة أحدث نقلة نوعية في المجلس وقراراته. نحن الآن كنساء في المجلس نناقش أمور سياسية لنا رأي فيها، نحن نناقش الآن المعاهدات الدولية ونناقش التشريعات والقضايا الاجتماعية التي تخص كل مواطن مثل التقاعد، وزارة العمل، الهيئة الصناعية. المرأة كان لها رأي موفق وجريء يعني أدى إلى تغيير بعض القرارات وبعض التشريعات والتي يسمع العالم عنها قريبا إن شاء الله. المرأة أثبتت أنها أهل لثقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بقراره الموفق الذي سيكون له إن شاء الله صدقة جارية وأجل له، لأنه دخول المرأة في المجلس ليس فقط لفئة معينة، هي للمرأة والطفل وفي الشارع في المدرسة في التعليم. لنا قرارات وآراء في وزارة الصحة في المستشفيات، يعني أتمنى يعني وزارنا كثير من البرلمانات وأبحروا صراحة يعني بتفاعلات المرأة وبرأيها. الصورة السلبية الذهنية السلبية عن المرأة يجب أن تتغير الآن، يجب أن يعلم الجميع أن المرأة
ليست كما يتوقعونها وكما في المرأة أنها المرأة لها كيان، لها صوت، لها قوة، لها دقة، لها تعرف سلبيات وقصور بعض المؤسسات وكان لها رأي فيها. طبعا هذا التركيز دكتورة على دور المرأة، أركز دور المرأة العربية والمسلمة في مجتمعاتها، هذا محور هام جدا أهتم به شخصيا في إبراز هذه الصورة للعالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو جزء كما أشرتي مغيب تماما للأسف دكتورة. الصورة الظاهرة للعموم الشعب الأمريكي أن المرأة العربية مضطهدة، مسلوبة الحقوق والإرادة، لا توجد منا من هنا على كفاءة لقيادة مجتمعاتهم طبعا. كيف ترين هذه الصورة وأنت الدكتورة والحاصلة على درجة عالية في متقدمة في العلم وقد تخرج على يديك العديد كما أشرتي من الطلاب والطالبات، هل هذه الصورة، ما هو السبب لتكريس هذه الصورة عن المرأة العربية والمسلمة تحديدا دكتورة؟ أيوة، أنا يعني أعتقد إنه الإعلام جزء كبير في هذه الصورة السلبية الذهنية. يعني أنا يعني أتمنى من المسؤولين، ترى زارنا أعضاء في البرلمان والكونغرس الأمريكي، زاروا الشورى والتقوا بعضوات، يعني أرى أن ينعكس هذا على الإعلام الغربي والأمريكي في تحسين الصورة. نحن لا نطلب تحسين، يعني نريدهم إبراز الحقيقة دكتورة. أعتقد الواضحة للعيان دور المرأة العربية ودور المرأة السعودية. المرأة السعودية وصلت مواصيل لم تصلها نساء كثير في مجتمعات أخرى. نحن الآن عندنا وزيرة والآن ستكون في البلدية بالانتخابات ومجلس الشورى، هذا أكبر دليل. المرأة في المملكة العربية السعودية تبوأت مقاعد جدا كبيرة، ولكن هذه المكانة مغيبة عن الإعلام للأسف دكتورة. لا يوجد إعلام عربي قبل الإعلام الأمريكي من يقوم بهذه المهمة. الإعلام العربي هو إعلام يخاطب الشارع العربي في الشرق الأوسط، لا يوجد إعلام قوي يخاطب الشارع الأمريكي، وهذا أعتقد موضوع آخر أود أن أتناوله في حلقة أخرى مع المسؤولين عن هذا، وربما موضوع هام جدا يجب أن يكون له مساحة أكبر في برنامجنا. لماذا لا يكون هناك مخاطبة للشارع الأمريكي؟ لماذا؟ يعني كل الشكر لك ولتخصيصك من وقتك وجهدك، وأيضا للعزيزة الأستاذة ناهد الأغا التي أتاحت لي شخصيا فرصة التواصل معكم من خلال هذا البرنامج الذي يحاول أن يسلط الضوء وبكل صراحة على واقعنا الجميل، واقعنا المشرق الذي أعتز به جدا كامرأة عربية ومسلمة، أيضا تعمل في مجال الإعلام، وأحاول أيضا أن أغير بعض المفاهيم الخاطئة عن المرأة في الغرب. كلمة أخيرة إن سمحت لي، أني أنا أدعو الجاليات في العالم الأمريكي والغربي بأن يكون لهم مساهمات جادة وعملية ملموسة في تغيير هذه الصورة، وأتمنى أن تتغير الصورة السلبية عن المرأة في العالم، والإعلام يحمل المسؤولية الكبيرة كما ذكرتي. فإن شاء الله ما دام أنه في ناس بوعيك ستتغير الأمور وسيصبح للإعلام دور إيجابي من هذه الدورة السلبية بالنسبة للمرأة. طبعا أحب أن أستمع إلى يعني تعليق الأستاذة ناهد، ومن ثم أختم في سؤال طبعا للدكتورة زينب. ناهد تفضلي. أكيد بلا شك هذا دور الإعلام ودورنا أيضا، وسنقوم جاهدين على إيصال هذا الصوت خارج المملكة العربية السعودية. وكما أشارت الدكتورة زينب، يعود طبعا للإعلام ودورنا الأساسي به، وسنكون يدا بيد، ولكن أكيد لا نستغني عن دعمهن أيضا في المرتبة الأولى. دكتورة زينب، يعني استلقفتني عبارة للدكتورة ثريا العريدي إحدى المعينات لمجلس الشورى،
قالت إن خطوة التعيين في مجلس الشورى هي بمثابة صك منح الثقة للسيدات للمساهمة في اتخاذ القرارات المهمة ودعم المجتمع، وأنها فرصة طبعا أتيحت لنا لكي نثبت قدرة المرأة. وأتوقع نجاح هذه التجربة بعد مرور 5 أشهر. كيف ترين هذه التجربة دكتورة زينب؟ تجربة رائدة وفريدة من نوعها، وفرصة ذهبية أعطيت للمرأة لتثبت للمجتمع وللعالم ككل أن المرأة وخصوصا المرأة السعودية لها القدرة على تفعيل وقرارات والتشريع، وهي أهل لثقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وستثبت الأيام أكثر قدرتنا ووطنيتنا وجديتنا في الوصول بالمجتمع للإصلاحات التي أرادها خادم الحرمين الشريفين. الدكتورة زينب أبو طالب عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا لك على هذه الإضاءة الرائعة عبر أثير صوت العرب من أمريكا. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة. شكرا. بعد الفاصل أيضا ستنضم إلينا سيدة الدكتورة أمل باجري، استشارة طب الأسرة بجامعة الملك سعود كلية الطب. بعد الفاصل نتابع. المحامي ستيفن لجانا، المحامي القدير في الهجرة والتجنس، يعلن افتتاحه لمكتبه الواقع في مدينة جوبون وتماما على 5300 شيف رود. المحامي لجانا لديه خبرة طويلة في قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الترحيل، يتعامل أيضا مع قضايا اللجوء من داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا جميع أنواع الفيز. المحامي لجانا لديه مكاتب منتشرة في العديد من الولايات الأمريكية، بوسطن، نيويورك، واشنطن وميشيغان. لجميع استفساراتكم القانونية اتصلوا بالمحامي لجانا على رقم 313-945-0022 313-945-0022. جميع الاستشارات مجانية لمستمعي صباح الخير ميشيغان. The American Muslim Center works for the community. It establishes goodness, virtue, and develops relationships between the Muslim communities as well as regional and national non-Muslim communities. The American Muslim Center on Outer Drive in Dearborn. Call 313-565-9314 or visit AmericanMuslimCenter.org. Ziad Brand. Quality products from our family to yours. Ziad Brothers Importing offers the finest quality products, including brands like Sultan, Kraft, Nestle, Hook, Rico Picon, Donna, and many more. Ask your retailer to carry these fine products, because you deserve the very best. For more information, visit our website at www.ziad.com. That's www.ziad.com. Ziad, quality products from our family to yours. سوا على الهواء، سوا على الهواء، ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا. لأول مرة في التاريخ المرأة السعودية تدخل مجلس الشورى، وحول دور المرأة السعودية وما تتمتع به من حقوق سياسية واجتماعية واسعة النطاق. معي مباشرة من السعودية زميلتي الأستاذة ناهد الأغا المذيعة في قناة السعودية الأولى، تشاركني تقديم هذا البرنامج. وأيضا انضمت إلينا الدكتورة أمل باجري، استشارية طب الأسرة بجامعة الملك سعود كلية الطب، مركز أبحاث السمنة، مدربة ومستشارة لمرحلة المراهقة، وأيضا عميدة سابقة للكليات الصحية للبنات في الرياض والطائف، مشاركة في أبحاث السمنة ومن أهمها بحث مسببات السمنة لدى الشباب السعودي والأمراض المصاحبة للسمنة. صباح الخير دكتورة أمل، ومرحبا بك عبر أثير صوت العرب من أمريكا راديو بلدي. صباح الخير يا دكتورة أمل. دكتورة
صباح الخير دكتورة أمل باجري. بلا شك أيضا هي طبيبة معروفة ومحاضرة أيضا في المؤتمر العلمي الخامس للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع. كان طبعا عنوان المحاضرة هي صحة الأسرة والمجتمع السعودي والتحديات الراهنة والمستقبل المأمول. دكتورة أمل باجري، بطاقة تعريفية بسيطة أيضا عنك بداية اللقاء. حياكم الله جميعا، سعدت بحضوري في هذا اللقاء. أحب أن أعرف نفسي مجددا. دكتور أمل عبد العزيز باجري، منشأتي ولادتي منشأي في مكة المكرمة العاصمة المقدسة. حصلت على بكالوريوس، شهادة البكالوريوس بالجراحة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة. ثم بعد ذلك انتقلت إلى المرحلة في المناصب من انتقلت إلى الطائف كعميدة للكلية الصحية 4 سنين، ثم هنا في الرياض كعميدة للكلية الصحية، ثم مدير لمركز التدريب في المكان المساعدة للتدريب والابتعاث في وزارة الصحة، وأنا الآن في موقع ومقري في مركز أبحاث السم جامعة الملك سعود. دكتورة أمل، من الملاحظ أن جميع عضوات مجلس الشورى سيدات يتمتعن بدرجة علمية عالية، كل منهن تتمتع بالخبرة في مجالات مختلفة. لو سمحتي، هل لديك طبعا، وأزيد على هذه الخبرة ما تفضلت به شخصيا من سيرة رائعة شخصية لك دكتورة أمل، لو سمحتي هل لديك إحصاء تقريبي على نسبة الفتيات اللواتي يلتحقن بالجامعات في داخل المملكة وفي خارجها؟ نعم، هناك الآن سوف أتحدث عن الدعم الذي حصلت عليه المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين من توجه إلى التعليم سواء كان في الداخل أو في الخارج. دعينا نقول إن المبتعثات في الخارج وصلنا إلى 21% من المبتعثين، 25% منهم إلى مبتعثات في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تزيد النسبة أعتقد سوف تصل إلى 30% في المستقبل القريب إن شاء الله. أما المبتعثات أيضا داخليا في داخل المملكة ستزايد النسبة، تزايد ملحوظ لكنها زائدة بشكل ملحوظ وسريع. دكتورة، تطور رائع للمرأة السعودية في العديد من المجالات، كيف ترين ريادة المرأة السعودية الآن في مجتمعها؟ طبعا المرأة السعودية في هذا العصر هي في عصرها الذهبي، بل قد نقول الماتي. لماذا؟ لأنها وصلت إلى، أولا نقول أنها انتقلت انتقالة كبيرة غير مسبوقة في وقتها وفي وقت قياسي أيضا. وصلت المرأة السعودية وتبوأت في عهد خادم الحرمين الشريفين، تبوأت مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة المختلفة، حيث وصلت نرى أن المرأة السعودية وصلت إلى مناصب رفيعة مثل مدير الجامعة، وصلت إلى مرتبة وزير، أيضا شاركت في إنجازات تربية متقدمة ومهمة جدا على مستوى العالم، أيضا وشاركنا في منظمات علمية عالمية. المرأة السعودية مثلت الدولة في مجالات عدة وفي محافل عالمية، في مشاركة مهمة جدا، شاركت في الحياة البرلمانية من خلال تعيين 30 عضو في مجلس الشورى وأصبحت متخذة للقرار في الدولة. هذا الدعم لم يكن في السابق موجود، الآن موجود وضمنت لها كافة الصعوبات لكي تصل إلى هذه المناصب العالية. جميل. طيب دكتورة أمل، يعني كما ذكرت أيضا وأشرت إلى المراحل التدريجية التي من خلالها وصلت أيضا إلى هذا المنصب وتبوأت له، وأيضا في ظل خادم الحرمين الشريفين، لكن في الغرب هناك نظرة قد تكون مختلفة للنساء العربية وتحديدا المرأة السعودية، باعتقادك لما تعود أسباب هذه النظرة؟ والله أنا أعتقد أنه في السابق قد تكون الرؤية محجوبة أو لم تكون الرؤية واضحة، ولكن بهذا الدعم الآنية التي نتحدث عنها لم يكن، يعني لا يوجد لنا أي ولا أدنى عذر أننا لا، يعني المفروض أن احنا نصل إلى العالمية في كل شيء، المفروض أن كل مبتعثة الآن تكون رسولة لنا في الدول المختلفة، تمثل المرأة العربية، المرأة السعودية المسلمة، المحافظة على جميع التقاليد المتطورة.
هذه الأشياء في السابق لم تكن موجودة، أما الآن أعطيت لها المساحة، دعمت بكافة الاحتياجات، ذللت لها الصعوبات. على الصعوبات بودي أن أذكر هذا أيضا السؤال، يعني خطر أيضا في بالي الآن. استعرضنا نحن طبعا مسيرة النجاح لعضوات مجلس الشورى، وأيضا يعني لكننا لم نسأل طبعا أو أسأل أنا تحديدا الصعوبات التي واجهتها المرأة السعودية. هل تعتقد أن هذه الصعوبات كانت هي عائق كبير، أم يعني تحديت أنت هذه الصعوبات ونجحت في العمل؟ نعم، كانت صعوبات كثيرة، وكانت صعوبات يعني مقيدة لنا قيود. كانت ليه؟ لأنه كانت النظرة لم تكن النظرة باقية، كانت لم تفتح لنا المجال، ليس هناك لدينا مجال. يعني أصلا ما يعني الآن لا نستطيع نقارن، لا يوجد مساحة للمقارنة بين السابق والحاضر. التغيير تغيير جذري، تغيير ملحوظ، تغيير من أفضل الأحسن. يعني يكفينا نقول انه ما كان في اصلا وجود الجامعات بالطريقه الموجوده الان كعددا وكميه ونوعا. لا، لم يتح لنا الاتحاد من السابق، لم يكن لنا جامعات خاصه بالمراه بشؤون المراه وبجميع المجالات. لم تكن مشاركه في اي مناصب من مناصب الدوله، الان اصبحت تتنصب مناصب عاليه يعني الأوسمة على إنجازاتها والإنجازات العالمية اللي وصلت لها المرأة. دكتورة، مقال رائع استوقفني للكاتبة والصحفية باربرا فيرجسون، قالت: لماذا يحمل الغرب صورة مشوهة عن المرأة السعودية؟ وإذا أحببت أن أضيف المرأة العربية والمسلمة. تقول باربرا: يعود ذلك طبعا في ذكرها الأسباب كثيرة، ولكن استوقفتني الناحية الإعلامية. الإعلام دكتورة دوره كبير جدا في تشكيل ثقافة الشعوب. من هذه الأسباب التي ذكرتها بعض جهل المراسلين الصحفيين بطبيعة وثقافة المجتمع السعودي والمجتمع العربي، والمعلومات التي يستقيها فقط عبارة عن معلومات من القنوات الأمريكية، والتي نوعا ما هي منحازة لتصوير المرأة. وأيضا ذكره هوليوود وتأثيرها الكبير في تشويه هذه الصور. دكتورة، هل تتفقين مع باربرا أن هناك تقصير كبير منا شخصيا في التواصل مع الغرب إعلاميا؟ نعم يا ليلى، أنا أعتقد ذلك، وقد أكون أحمل أنفسنا نحن السعوديات والعربيات المسلمات نحن لم نكن موجودين في الساحة، ولكن الآن إن شاء الله بمجهودات الجميع ومجهوداتكم، والآن البرنامج هذا دليل على إن إحنا إن شاء الله سوف يعني نتجاوز هذه العقبة، ورح نظهر إن شاء الله إعلاميا وعالميا إن شاء الله. ولكن يحق لها هذه المقولة لأنها الصورة محجوبة، ويصير الطرف الآخر لا يرى إلا ما يسمعه من الآخرين، وإحنا غير متواجدين في الساحة، فلا بد لنا أن نظهر الآن. نعم يعني دكتورة، أحب أضيف أيضا ليلى، اسمحي لي زميلتي ليلى، يعني الدكتورة أمل باجري أيضا متخصصة في أبحاث السمنة وفي المرحلة الأخيرة، يعني كلنا عارفين أنه السمنة عن زود معدلات خاصة في دول الخليج. أيضا حابة أنه يعني نتطرق لهذا الموضوع مستقبلا، وماذا عن السمنة وأمراض السمنة معها. أعود إلى الوراء قليلا وإلى قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. لم يأتي هذا القرار يعني كما مدروسا، رغم أنه كان بطيئا، وهناك دلالات يعني في عام 2006 كان قرار ملكي بتعيين 6 مستشارات غير متفرغات، وعام 2009 أيضا تعيين الدكتورة نورة الفايز في منصب نائب وزير التربية والتعليم كأول نائبة وزير في السعودية، وفي عام 2012 أيضا تم تعيين منيرة العصيمي في وظيفة وكيل مساعد لشؤون الخدمات الطبية المساعدة في وزارة الصحة كأول امرأة بهذا المنصب، طبعا منصب دبلوماسي. في عام 2013 تم تعيين 3
لدينا عضو في مجلس الشورى السعودي، وهذا طبعا ما تكلمت عنه الليلة بنت أبي عبدة. تعيين الثلاثين عضو مجلس الشورى وهذا القرار التاريخي العظيم، اليوم المرأة السعودية تتقلد يعني مناصع عدة وفي عصرها الذهبي، أرجو إيصال رسالة للنساء العربيات باختصار. دكتورة في أقل من نصف دقيقة، للأسف دهمنا الوقت، هل من رسالة سريعة في أقل من نصف دقيقة توجينها عبر أثير صوت العرب من أمريكا لو سمحتي؟ أولا أشكركم جميعا، ولكن لابد أن أقول أنه يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة الذهبية المتاحة لنا للبروز في جميع مناشط الحياة المختلفة، مرتكزات على الثوابت الإسلامية الصحيحة ومحافظات على تقاليدنا وعاداتنا التي تربينا عليها، وأنه لابد من مواصلة المشوار العلمي والعملي الذي بدأناه جميلات بنفس الهمة والعزيمة والنشاط مع الشكر. الدكتورة أمل الباجري، شكرا لك على هذه الإضاءة والإشراقة في صوت العرب من أمريكا. وهذا الموضوع الهام الذي نتناوله هو بداية فقط لموضوعات قادمة إن شاء الله. وكل الشكر لزميلتي الدكتورة نهد الأغا من قناة السعودية الأولى. نهد شكرا لك. شكرا لك ليلى. شكرا لك. إلى اللقاء. تحياتي من وراء الميكروفون، كانت معكم لهذا الصباح ليلى الحسيني، وتغطية من السعودية مباشرة لدخول المرأة السعودية ما ترك الحياة السياسية لأول مرة تاريخيا. أحييكم أينما كنتم تستمعون إلينا في هذه الفترة الصباحية. إلى اللقاء. يا بلدي كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوة بلدي. صباحا أسعد الله صباحكم بكل خير عبر أثير صوت العرب من أمريكا راديو بلدي. حديثنا شيق هذا الصباح، لأول مرة في التاريخ المرأة السعودية تدخل مجلس الشورى منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في عام 2005. شجع الإصلاحات في المؤسسات الدينية والتعليم والقضاء، ومنح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشيح في المجالس البلدية وحق التعيين في مجلس الشورى لعام 2015. تتمتع المرأة في المملكة العربية السعودية بحقوق عديدة تستند إلى عادات وتقاليد المجتمع السعودي، ووفقا لتعليم الدين الإسلامي الذي يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. حول دور المرأة السعودية وما تتمتع به من حقوق سياسية واجتماعية واسعة النطاق، راديو بلدي صوت العرب من أمريكا راديو بلدي معكم على الهواء مباشرة من الثامنة وحتى التاسعة صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. من وراء الميكروفون معكم ليلى الحسيني، وتشاركني في تقديم البرنامج الإعلامية ناهد الأغا، معدة ومقدمة برامج في التلفزيون السعودي القناة الأولى. الدكتورة ناهد حاصلة على الدكتوراه الفخرية من جامعة الحياة الدولية للتنمية البشرية، مدربة دولية ممارسة ومعتمدة من المركز الأكاديمي لرواد النجاح، خبيرة معتمدة بفن الاتيكيت من المركز العالمي الكندي للاستشارات والتدريب، ومدربة معتمدة من الأكاديمية العالمية للتنمية البشرية البريطانية. صباح الخير ناهد، ومرحبا بك عبر إطلالتك الأولى عبر صوت العرب من
أمريكا. صباح الورد صباح يفوح بأجمل عطور العالم. بيسعدني وبيشرفني كثير إني أشارك معك ليلى وعبر أثير أمريكا إلى العالم من بلدي الثاني المملكة العربية السعودية، واللي أنا أكملت حقيقة دراستي فيها وعملت وأقمت منذ أكثر من 18 عاما وكونت أهم حاجة أسرة جميلة ورائعة جدا. شكرا لك وعلى هذه التقدمة الجميلة بجمال روحك الطيبة. طبعا هذه أول جمعة لنا في المملكة العربية السعودية، هي بتكون آخر ويك إند بداية مع الأسبوع القادم، حتكون العطلة أو الويك إند حيكون جمعة وسبت بدل من الخميس والجمعة. نهد صباح الفل لك وصباح الفل لكل من يتابعنا الآن عبر الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط ومن المملكة العربية السعودية. سنوات قضيتها طويلة في السعودية البلد العربي الذي اخترته إقامة عائلة وأبدعت فيه من خلال عملك كمذيعة في قناة السعودية الأولى. نهد، كيف تصفين هذه الفترة من حياتك وأنت المغتربة من أصل سوري؟ يعني اليوم حديثنا بداية الحديث سوري سوري. نعم، يعني هنتكلم باللهجة السورية على كذا. صباح النور لك يا نهد، تفضل. كل إنسان بيفتخر بلهجته، يفتخر في بلده، وأنا بفتخر في بلدي الأساسي اللي هي سوريا، وبرضه بفتخر في المملكة العربية السعودية. أكيد النجاح يعني هو إرادة، والإرادة بعتقد إنه هي أساس كل نجاح، ويعني الإرادة بتكون مش معناها إنه يكون لدى الإنسان خيال، والمهني بيكون يعني بيحلم بأشياء كثيرة ربما لا تتحقق. يعني أن تكون نجما أن تتقرب حقيقة للقلوب وأن تكون مؤمن بهذه الإرادة. أكيد أنا بحمد ربي أنه جيت المملكة وأقمت في المملكة ودرست وعملت في المملكة اللي فتحت لي جميع الأبواب. ولا شك أنه الطموح كان مصحوب بالعمل والصدق والتجارب. ليلى بتختلف باختلاف، يمكن كما ذكرتي الاغتراب وهذه الأسباب، يعني التجارب تختلف باختلاف الظروف والأسباب، وأيضا تختلف بالثقافة وبالبيئة أينما كنت. يعني أنا على سبيل المثال مهما كانت ثقافتي، أكيد أنا وهذا أعتقد أنه أيضا من جميع مقدمي أو معدي البرامج، في كل ضيف نحن بنستفيد منه ونستفيد ثقافة أخرى وثقافة جديدة. حتى التميز والطباع، كل ضيف عندك بيتميز بطبع معين. ليلى بتتمتع بطبع الهدوء وجمال الصوت والبرستيج العالي. إذا أنا هلا عم أستفيد منك كمان ليلى. يعني مديح لم أتوقعه من إعلامية رائعة نهد الأغا، صاحبة الحضور الجميل على القناة السعودية الأولى ومدربة فن الإتيكيت. نهد، باختصار ما هو الإتيكيت الإعلامي كما ترينه من وجهة نظرك؟ يعني جيتي على سؤال كثير مهم بعتقد في هذه الأوقات، حيث تختلف يعني بهذه العولمة أيضا للقنوات الفضائية وأيضا لصوت الإذاعة يختلف من بلد إلى آخر، وكل بلد له عرفه وله برستيجه الخاص. إذا تكلمنا عن الإتيكيت الإعلامي يطول ويطول الشرح جدا، وحاليا أنا بحاضر في كتيب صغير عن الإتيكيت الإعلامي اللي بيختلف حقيقة من دولة إلى أخرى ومن بيئة إلى أخرى. أعتقد أنه الإتيكيت الإعلامي هو أن تصل بصوتك ضمن الأدبيات والأخلاقيات اللي بتفرض احترام الآخرين. بملخص بسيط ليلى، نحن بنفرض كإعلاميين احترامنا للغير، وكما نحترم أنفسنا أكيد نحن نطلب من الغير احترامنا ضمن البيئة اللي نحن عايشينها، ضمن الحرف اللي نحن بننهجه أو يعني نتكلم به. نهد، من خلال خبرتك وسنوات طويلة عشتها في السعودية، ما هو رأيك في المرأة السعودية؟ يعني حديثنا اليوم سنستضيف من خلال برنامجنا اليوم سيدات لهن بصمات رائعة في المجتمع السعودي، وأيضا دخلنا المعترك السياسي ومجلس الشورى لأول مرة في التاريخ. ستكون معنا الدكتورة زينب أبو طالب، الدكتورة إلهام محجوب بن أحمد بن حسنين، والدكتورة أمل باجري. ما رأيك في المرأة السعودية وما حصلت عليه من تقدم مؤخرا في مجتمعها؟ نعم، الحقيقة يعني 18 سنة وأكثر ليلى قضيتها في المملكة، المرأة السعودية كانت أختي وصديقتي وجارتي وحبيبتي.
حبيبتي لم أشعر بذلك المغترب نتيجة التعامل يعني من خلالهم. بعتقد أنه عانت في البداية لا شك في كل مجتمع اليوم صعوبات وهذه الصعوبات تكلم فيها غيري الكثير، لكنها اليوم هي شركة الرجل أبا وزوجا وأخا وابنا يعني بيفرض عملها بوسع بجوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك. يعني دعني أقول لك في عصر خادم الحرمين الشريفين الذي ظل وسعاد أمامنا في مجال عملها وهذا التحول انعكس إيجابيا على المملكة، عمل المرأة السعودية اليوم أحد القضايا الهامة التي تحظى حقيقة بها في واقع أصيل وحافظ على كيانتها وسمعتها المشرفة. حول وقع المرأة في السعودية ودخولها التاريخ ومجلس الشورى بعد الفصل لا تذهب بعيدا، ما يزال حديثنا شيق جدا وباستضافتنا ضيفات ستضيء إضافة وإشراقة حول هذا الموضوع بعد الفصل لا تذهب بعيدا. سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير أمريكا. If you get into a car accident, how will you pick up the pieces when you can't work, when the bills pile up? Who will help you? Call 866-YOUR-RIGHTS. I called Jumana. She took care of everything. My medical bills, lost wages, and even a large settlement. I am Jumana Hughes, and I assure you that my team will not stop until you get the most for your rights. If you've been in a car accident, call Jumana. 866-YOUR-RIGHTS. The American Muslim Center works for the community. It establishes goodness, virtue, and develops relationships between the Muslim communities as well as regional and national non-Muslim communities. The American Muslim Center on Outer Drive in Dearborn. Call 313-565-9314 or visit AmericanMuslimCenter.org. سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن. مرحبا بعودتكم في برنامجنا هذا صباح صوت العرب من أمريكا راديو بلدي، وحديثنا هذا الصباح لأول مرة في التاريخ المرأة السعودية تدخل مجلس الشورى. وطبعا بإمكانكم الاستماع إلينا من ميشيغان توليرو أوهايو ويندر كندا على الموجة المتوسطة WNZK 696 AM، ولمستمعينا في مناطق واشنطن فيرجينيا ماريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700. أيضا بإمكانكم الاستماع للبرنامج حول العالم من أي هاتف نقال على الرقم 702-489-0120. نتلقى اتصالاتكم مباشرة من داخل أمريكا على الهاتف 248-557-3300. وأيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر قنوات السوشيال ميديا وعبر سكايب يوت أرب ريديو. للاستماع إلينا من كل أنحاء العالم بإمكانكم أن تستمعوا إلينا عبر الويب سايت www.birak.com. عودة إلى البرنامج بعد الفصل، ومعي مباشرة الإعلامية ناهد الأغا المذيعة في قناة السعودية الأولى، وانضمت إلينا الآن الدكتورة إلهام بن محجوب بن أحمد بن حسنين، تشغل حاليا منصب عضو مجلس الشورى السعودي بعد أن كانت مستشارة غير متفرغة بمجلس الشورى، وكيلة عميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة القرى سابقا، تحمل شهادة الدكتوراه والماجستير في تخصص علوم الحاسب معالجة إشارة وبناء الكلام من جامعة سيري في المملكة المتحدة البريطانية. مرحبا بك ناهد مرة أخرى، ومرحبا بضيفتنا الكريمة. أهلا من جديد بك ليلى وبضيفتنا الدكتورة إلهام، وهي علم من الأعلام الكبيرة جدا في المملكة العربية السعودية. دكتورة إلهام صباح الخير. أهلا صباح النور. دكتورة إلهام أرحب بك في إطلالتك الأولى عبر أثير صوت العرب من أمريكا راديو بلدي. خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله، ومنذ تسلمه مقاليد الحكم شهد عصره أكبر حراك مجتمعي إصلاحي تشهده المرأة السعودية. من خلال مسيرتك الرائعة ودخولك مجلس الشورى في سابقة أولى تاريخية في تاريخ المرأة السعودية، كيف ترين هذا الحراك دكتورة؟ هذا الحراك، أولا أشكركم استضافتي، طبعا خادم الحرمين الشريفين الله يطول في عمره،
بهذا الأمر يعني كان له أثر كبير في المجتمع. طبعا المرأة السعودية منذ نعومة أظافرها وهي لها دور كبير في الوطن من ناحية التربية وأبحاثها العلمية خارج وداخل المملكة، لكن دخولها للشورى يعتبر فعلا له حراك، لأنها الآن أصبحت في مكان يمكن لها تكامل مع أخيها الرجل في القرارات التي تنفع المجتمع ككل، وهي بإذن الله أثبتت جدارتها في كثير من الأمور. طبعا حديثة العهد ليست كزميلها الرجل في مجلس الشورى من الخبرة، ولكن ما شاء الله تبارك الله يعني دورها من زميلات يعني جدا رائع ما شاء الله تبارك الله. يعني أكيد هذا شيء مشرف لنا كلنا نحن النساء العربيات، ويعني من بلد ثانية أيضا أتكلم، من المملكة العربية السعودية الملك ينتصر حقيقة للمرأة ويرسم ملامح عصرها الذهبي، وقد أيضا شاركت في جميع الوظائف دون تميز. نود بطاقة تعريفية دكتورة إلهام ولو بجمل بسيطة منك. أنا إلهام محجوب أحمد حسنين من مكة المكرمة، أم لأربعة أبناء. كان جدي لأبي أحمد حسنين، السيد أحمد حسنين رحمه الله، أحد المطوفين المعروفين بمكة المكرمة، وكان جدي لأمي حمزة الكوبي رحمه الله أحد كبار تجار المدينة المنورة. والدي رحمه الله من مواليد مكة المكرمة، وكان من طلاب مدارس الفلاح بمكة المكرمة، ومن أوائل المبتعثين خارج المملكة لدراسة البكالوريوس. حصل على البكالوريوس من شيفيلد عام 1957 في الاقتصاد من جامعة شيفيلد في بريطانيا، ومن ثم أكمل دراسته الماجستير والدكتوراه في أمريكا، حيث أخذ تخصص علاقات عامة وعلاقات دولية عام 1969 من جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا. منذ ذلك الوقت ولدت أنا في الولايات المتحدة في بيتسبرغ بنسلفانيا، ومن ثم انتقلنا إلى المملكة العربية السعودية لعام، حيث عمل والدي في وزارة البترول والثروة المعدنية، وبعد ذلك انتقل إلى أوبك في النمسا في فيينا. هناك تلقيت دراسة الابتدائية في الانترناشنال سكول، الانجليش انترناشنال سكول، وهذا كان له أثر كبير صراحة في تعلم الإنسان المسؤولية، لأنه تنقل نعم دكتور. بعدها رجعت إلى المملكة العربية السعودية في الرياض، حيث درست المتوسطة والثانوية في منطقة الرياض، ومن ثم تزوجت شريك حياتي الدكتور وليد الطف، الذي كان آنذاك معيد في جامعة أم-القرى ومبتعث إلى بريطانيا. فهناك أكملت مشواري التعليمي في بريطانيا حيث أكملت البكالوريوس. دكتورة، ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية، استوقفتني هذه العبارة، لك معرفة وثيقة إذا في المجتمع الأمريكي، أهم نقطة اختلافية برأيك بين المرأة عموما في الشرق الأوسط وبين المرأة في الغرب، كيف ترين هذا الاختلاف دكتورة من معرفتك بثقافة المجتمعين معا؟ نعم، يعني ثقافتي تنقلي أصلا في العالم في مناطق أخرى كثيرة. أعتقد أن المرأة ترى ثقافتها واحدة ولو اختلفت اللغات والمجتمعات والكالتشرال إفكتس، لكن في الحقيقة المرأة يعني قد يكون في الولايات المتحدة المرأة شريك للرجل منذ زمن أبعد في الظاهرة، حيث أنها يعني في الوظائف والأعمال الإدارية، ولكن المرأة هي المرأة، هي تكامل للرجل أينما كانت، سواء في الإدارات والوزارات أو في المنازل والمدارس وهكذا. دكتورة دعينا نأخذ نعم أتفق معي دكتورة، يعني دعينا نأخذ إحصاء بسيط. نحن نتحدث اليوم عن دخول تاريخي للمرأة السعودية بنسبة 20% إلى مجلس الشورى. أعضاء المجلس الأمريكي طبعا من النساء ضم الكونغرس الأمريكي الجديد وهو في ولايته 13% في تاريخ الولايات المتحدة هذا العام فقط عددا قياسيا من النساء نتيجة الانتخابات التجديد النصفية التي جرت طبعا في نوفمبر من العام الماضي. أدت 80 امرأة اليمين يوم كان ذلك يوم الخميس ليصبحن عضوات في مجلس النواب، وينضمن إلى 20 امرأة محصلة ذلك الدخول التاريخي أيضا هذا العام. وبهذه الكثافة كان 100 امرأة بين أعضائه، البالغ عددهم 535. يعني حتى المرأة في أمريكا يا دكتورة، وتصديقا لكلامك
ذلك هذه النسبة المئوية العالية كانت فقط في هذا العام. يعني ونحن كما تعلمين الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في حقوق المرأة وإعطاء المرأة حقوقها كما يصفها الكثيرون. ولكن ألا تعتقدين دكتورة إلهام أن خسارة السيدة هيلاري كلينتون الانتخابات الرئاسية أمام منافسها الرئيس باراك أوباما يعود ذلك إلى أن المجتمعات ما تزال ذكورية بالعموم كما ذكرتي؟ هناك رياضة للذكور في مجتمعاتنا وحتى أيضا في المجتمعات الغربية، هل تتفقين معي دكتورة؟ أتفق معك طبعا، يعني هذا شيء معروف منذ قصص الأجانب، قصص العرب، الأفلام الكرتونية، الأفلام جميعها تؤدي إلى يعني عالم ذكوري. ولكن المرأة حينما بتوضع في المكان مثل زي مارغريت تاتشر وحول العالم في نساء كثيرين يثبت جدارتهن يعني. لكن المجتمع ما زال كما تفضلتي، يعني أمريكا 113 عام والآن أصبحت المرأة في 20%، في حين نحن في المملكة العربية السعودية أي نعم الفترة أقصر ولكن التسارع سريع. فلذلك يعني المرأة ما شاء الله يعني ستطلع في العالم كله، أنا أعتقد يعني هذا شيء. أعتقد أيضا يعني بملك الإنسانية في عهده يعني كان دوحة بناء الحقيقة يتفيأ بها الشعب في ظلالها، وشهدت المملكة العربية السعودية العديد من التحولات العميقة والجذرية وهي واضحة يعني أمام الجميع. اختصار العشر سنوات الأخيرة بدولة اليوم تصل إلى ما لا تصل إليه دولة أخرى بظل هذه القرارات، يشجع حقيقة المرأة على العمل. نعم وبطريقة حكيمة حفظه الله خادم الحرمين الشريفين. يعني وجود المرأة في الشورى أولا ما ابتدأ على طول مرأة في الشورى، بدأ أول شيء بمستشارات بعدد 6 مستشارات وبعد ذلك أصبح 12. فتدريب المرأة يعني خادم الحرمين الشريفين في قراراته دائما حفظه الله يعني يفكر للأمام، ليس فقط أنه يضع المرأة هكذا فهي يتم أول إذا لقد كانت مدروسة وذلك أعطت نتائج إيجابية ولم تأتي بسرعة أو بشكل مفاجئ. هذه النقلة دكتورة إلهام النوعية يعني فقط أعتقد كل التطورات والتطلعات لتكون المرأة اليوم في السعودية هي شريكة الرجل بفضل قدراتها وما عليكم أنتم اليوم وهذه الصورة التي وصلها إلى كل العالم. ما هي الرسالة التي توجهينها عبر صوت العرب أمريكا؟ وقبل هذه الرسالة لو سمحتي دكتورة لي يعني أود أن استوقفتني عبارة رائعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، قال إن المرأة هي الأم والابنة والأخت والجزء الذي يبني المجتمع. كما أشارت زميلتي العزيزة ناهد، المرأة السعودية خطت خطوات رائعة وطبعا لا يتم التعريف عنها في المجتمعات الغربية، تظل أن نظرة الغرب العموم للمرأة العربية والسعودية نوعا ما لا يعرفون تماما ما هي مسيرتها اليوم مغيبة لعدة أسباب سنتطرق إليها لاحقا دكتور. ولكن ما هو رأيك بمسيرة المرأة السعودية كما أشارت زميلتي ناهد؟ مسيرة المرأة السعودية جدا رائعة. هي قد تكون المرأة السعودية خجولة نوعا ما في السابق، حيث أن يعني لو نظرتي بالعكس المرأة السعودية ظاهرة في جميع الأبحاث العلمية، ولكن لا يوجد هناك التحدث عن النفس عن المرأة السعودية تعرف كيف. ولكن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وهي كمثيل لزميلاتها، سواء قد يقول البعض أن المرأة لا ليس لها الحرية في المملكة العربية السعودية أو غيرها، هذه الأشياء التي تنظر لها فهي موجودة في جميع المجتمعات بنسبة أو تناسب. المجتمع هو الذي يحرك هذا تطلع المرأة، والمرأة جاهزة لأن تكون كمثيلاتها. أبدا يعني المرأة هي دورها أن تظهر نفسها أيضا، المرأة السعودية أو غيرها. الرسالة التي طلبتها السيدة ناهد وتوجهينها إلى الجالية العربية الأمريكية من خلال صوت العرب من أمريكا، ماذا تحبين أن تقولي لهم في هذا الصباح في إطلالتك الأولى عبر أثير صوت العرب من أمريكا دكتورة إلهام؟
أما المرأة السعودية بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا ومن ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين داخل المملكة وخارج المملكة لها ثقلها ووزنها في جميع آرائها. وأتمنى من النساء حول العالم أجمع وبالأخص الولايات المتحدة أن تعاون المرأة في إظهار الصورة الحقيقية. يعني أريد من الولايات المتحدة أن تنقد فعلا عن الصورة الحقيقية للمرأة السعودية والعربية والمسلمة, فهي ليست كما يعني يصور للجميع. بالعكس, المرأة السعودية قوية ومحافظة عليها, وإن شاء الله ستؤدي الدور التي هو مطلوب منها على أكمل وجه. دكتورة إلهام, وهذا دورنا نحن في الإعلام العربي والمهجري الذي يجب أن يكون لنا دور كبير في إظهار ثقافة مجتمعاتنا, حضور نسائنا في الشرق الأوسط, وأيضا نجاحات الرائعة التي تحققها المرأة العربية في كل المجالات. الدكتورة ناهد بنت محجوب بن أحمد بن حسنين, شكرا دكتورة إلهام, عفوا, عضوة مجلس الشورى السعودي, شكرا لك على قبولك استضافتنا هذا الصباح. شكرا لكم على استضافتي وجزاكم الله الخير. يا صعيدين الذهب حبيت أدلعها. تنجي دائما لصاحبها زهرة عبد الحق, مجوهرة رائعة الجمال للعرائس, أروع تشكيلة من المجوهرات الألماس, مجوهرات نادرة لا مثيل لها ولا يوازي سعرها أي مجوهرات أخرى في دقة الصنع وجمال التصميم, صياغة عربية وأوروبية, أحلى قطع الذهب الألماس البلاتين والأحجار الكريمة وخواتم الزواج لأحلى مناسبة في حياتكم. نظام مضمون 100%, يشترون الذهب بأفضل الأسعار الموجودة في الأسواق, تصليح كافة القطع. مجوهرات زهرة عبد الحق تقع على 5601 شيفروت في مدينة ديوبون, اتصلوا بهم على 313-582-7888 313-582-7888. أحلى مجوهرات لأحلى مناسبة. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية في مدينة ساوسفيلد في ولاية ميشيغان, المؤسسة الرائدة في العمل الإغاثي والإنساني. مؤسسة الحياة ومنذ 20 سنة تقدم العون للفقراء والمحتاجين والمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في شتى أنحاء العالم. كما تقوم مؤسسة الحياة بكفالة الأيتام والعوائل الفقيرة وحفر آبار المياه في مناطق الحاجة, وأيضا تقوم مؤسسة الحياة بتزويد المشافي والمستوصفات الصحية بالأدوية والمعدات الطبية وإنشاء مدارس وعيادات طبية في أقطار عديدة من العالم. مؤسسة الحياة مرخصة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية, وجميع التبرعات معافاة من الضرائب. اتصلوا بمؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية على رقم الهاتف المجاني 1-800-827-3543, أو زوروا موقعهم الإلكتروني على www.lifeusa.org. منتجات زياد, من عائلتنا إلى عائلتكم, أفضل المنتجات الغذائية على الإطلاق. ماركات سلطان, كرافت, نسلي, فوك, ريجل, بيكان, دانا, بالإضافة إلى مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية التي تحبها تجدها في كافة المحلات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا زياد.com. منتجات زياد, من عائلتنا إلى عائلتكم. بلدي يا بلدي. مرحبا بعودتكم معنا هذا الصباح, وموضوعنا الهام, ولأول مرة في التاريخ المرأة السعودية تدخل مجلس الشورى. منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في عام 2005, شجع الإصلاحات في المؤسسات الدينية والتعليم والقضاء, ومنح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشيح في المجالس البلدية وحق التعيين في مجلس الشورى
الماسورة لعام 2015. ومعي أيضا من السعودية مباشرة العزيزة ناهد الأغا المذيعة المتألقة في قناة السعودية الأولى. ناهد صباح الخير مرة أخرى، صباح التواصل في القلوب النظيفة، أهلا بك ليلى من جديد. صباح الخير ناهد مرة أخرى، ومعنا أيضا ضيفة رائعة انضمت إلينا الآن، الدكتورة زينب أبو طالب الحاصلة على الزمالة البريطانية في كلية الطب جامعة الملك سعود، استشارية النساء والولادة والعقم وأطفال الأنابيب، عضو في مجلس الشورى السعودي. تقلدت العديد من المناصب الإدارية والتعليمية في جامعة الملك سعود، تخرج على يدها آلاف من الطلبة الذين يترصدون مقاعد قيادية في الدولة، ولها إسهامات طبية كثيرة عالمية، وهي أول طبيبة سعودية تخرجت من جامعة الملك سعود كلية الطب. يعني لا أدري ماذا أقول، هذه هذه السيرة الذاتية للدكتورة زينب، وهي زاخرة جدا بالعلم والمعرفة، وكما عرف أيضا عنها صاحبة أخلاق عظيمة. نرحب أكيد بالدكتورة زينب أبو طالب معنا عبر الهواء. دكتورة زينب صباح الخير لك ومرحبا بك عبر أثير صوت العرب من أمريكا في إطلالتك الأولى على الجالية العربية والأمريكية. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم جميعا. دكتورة، مسيرة رائعة، يعني كما تقول السيرة الذاتية وكما قرأت على المستمعين، حضرتك أول خريجة سعودية تخرجت من جامعة الملك سعود في كلية الطب، يعني هذا الإنجاز الرائع، كيف تصفين هذه المسيرة دكتورة؟ كما قلت مسيرة، يعني أحمد الله على أني كنت أول طبيبة تخرجت من أول كلية طب في المملكة جامعة الملك سعود، ومنذ ذلك اليوم أكثر من 30 تقريبا 35 سنة سنين عامرة إن شاء الله بالعطاء لمجتمعي و بنات بلدي وفئات المجتمع عموما، إسهامات سواء بالإدارة، بالتعليم، بالإعلام، إسهامات كثيرة لا أستطيع حصرها الآن جميعها. فأنا حصلت على العديد من شهادات التميز والتقدير في التعليم الطبي، وأفتخر كما قلت بأنه تخرج على يدي العديد من الأطباء والطبيبات الذين أفتخر الآن فيهم، وأشعر بالرضا أنهم يتبوؤون أماكن مرموقة ولهم إسهامات جليلة في المجتمع. بعضهم لهم براءات اختراع يحتذى بها ويستفاد منها في جميع أنحاء العالم، يعني الاستفادة تعدد خارج حدود الوطن منها من طلباتي وطالباتي. ونحن أيضا فخورين جدا بك دكتورة وبهذا التقدم الرائع للمرأة السعودية، وأنا شخصيا فخورة باستضافة سيدات على مثل هذا القدر من الثقافة والتقدم والحضور القوي في مجتمعهم. نحن أيضا فخورين بما وصلت إليه المرأة السعودية في عهد خاتم الحرمين الشريفين. المرأة العربية دائما في اهتماماتنا واهتمامي، دائما كنا أعتقد وما زلت أعتقد أنها لم يعتنى بها العناية الكافية، وخصوصا عندما ننظر للتشريعات والقوانين التي في البلدان العربية عموما وفي السعودية أيضا، هناك تقصير ولا يتوافق مع الدين الإسلامي الذي منحها كل الحقوق. إن الله عادل كما تعلمين، وكفى لكل إنسان حقه، فلماذا لا تعطى حقوقها التي كفلها لها الدين الإسلامي؟ هذه النقلة النوعية حقيقة، وهي يعني للمرأة السعودية، يعني حضرتك أول طبيبة سعودية في المملكة العربية السعودية، لم تكن مسبقا المرأة تدخل مجال الطب، وربما ضمن العادات والتقاليد التي تمنع دخول المرأة السعودية أو الفتاة السعودية في كلية الطب، اليوم
اليوم بفضل طبعا هذه التطورات والتطلعات من قبل خادم الحرمين الشريفين تصل الى مراكز قياديه مهمه في المجتمع وايضا تنميته والرقي علميا وعلميا والتزام بتعاليم ديننا الحنيف. يعني اثر هذا القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين ان تكون نعم الصوره تمام. الصوت غير واضح عندك مرة، ولكن كما ذكرتي أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتمكين المرأة في بتعيين 30 امرأة لتشارك زميلها الرجل في صنع القرار لها نفس الحقوق والواجبات قرار موفق سبق توقعات كل العالم. نحن الآن في مجلس الشورى السعودي حصة المرأة في المجلس تقريبا خمس المجلس، وهذه النسبة تجاوزت البرلمانات العربية والأوروبية. المرأة الآن في المملكة ليست متلقي فقط، لها دور فعال في القرارات، وكما تعلمين المرأة أكثر جرأة وشفافية ودقة في مناقشة القضايا، هذا باعتراف الجميع وباعتراف زملائنا في عضو المجلس وباعتراف رئيس المجلس معالي رئيس المجلس. دخول المرأة أحدث نقلة نوعية في المجلس وقراراته. نحن الآن كنساء في المجلس نناقش أمور سياسية لنا رأي فيها، نحن نناقش الآن المعاهدات الدولية ونناقش التشريعات والقضايا الاجتماعية التي تخص كل مواطن مثل التقاعد، وزارة العمل، الهيئة الصناعية. المرأة كان لها رأي موفق وجريء و يعني أدى إلى تغيير بعض القرارات وبعض التشريعات والتي يسمع العالم عنها قريبا إن شاء الله. المرأة أثبتت أنها أهل لثقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بقراره الموفق الذي سيكون له إن شاء الله صدقة جارية وأجل له، لأنه الدخول المرأة في المجلس ليس فقط لفئة معينة، هي للمرأة والطفل وفي الشارع في المدرسة في التعليم. لنا قرارات وآراء في وزارة الصحة في المستشفيات، يعني أتمنى يعني وزارنا كثير من البرلمانات وأبهروا صراحة يعني بتفاعلات المرأة وبرأيها. الصورة السلبية الذهنية السلبية عن المرأة يجب أن تتغير الآن، يجب أن يعلم الجميع أن المرأة ليست كما يتوقعونها وكما في المرأة عنها. المرأة لها كيان، لها صوت، لها قوة، لها دقة، لها تعرف سلبيات وقصور بعض المؤسسات وكان لها رأي فيها. طبعا هذا التركيز دكتورة على دور المرأة، أركز دور المرأة العربية والمسلمة في مجتمعاتها، هذا محور هام جدا أهتم به شخصيا في إبراز هذه الصورة للعالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو جزء كما أشرتي مغيب تماما للأسف دكتورة. الصورة الظاهرة للعموم الشعب الأمريكي أن المرأة العربية مضطهدة مسلوبة الحقوق والإرادة، لا توجد منا من هنا على كفاءة لقيادة مجتمعاتهم. طبعا كيف ترين هذه الصورة وأنت الدكتورة والحاصلة على درجة عالية في متقدمة في العلم وقد تخرج على يديك العديد كما أشرتي من الطلاب والطالبات، هل هذه الصورة ما هو السبب لتكريس هذه الصورة عن المرأة العربية والمسلمة تحديدا دكتورة؟ أيوة أنا يعني أعتقد إنه الإعلام جزء كبير في هذه الصورة السلبية الذهنية. يعني أنا يعني أتمنى من المسؤولين، ترى زارنا أعضاء في البرلمان والكونغرس الأمريكي، زاروا الشورى والتقوا بعضوات، يعني أرى أن ينعكس هذا على الإعلام الغربي والأمريكي في تحسين الصورة. نحن لا نطلب تحسين، يعني نريدهم إبراز الحقيقة.
دكتورة أعتقد الواضحة للعيان دور المرأة العربية ودور المرأة السعودية. المرأة السعودية وصلت مواصيل لم تصلها نساء كثير في مجتمعات أخرى. نحن الآن عندنا وزيرة والآن ستكون في البلدية بالانتخابات ومجلس الشورى، هذا أكبر دليل. المرأة في المملكة العربية السعودية تبوأت مقاعد جدا كبيرة، ولكن هذه المكانة مغيبة عن الإعلام. للأسف دكتورة لا يوجد إعلام عربي قبل الإعلام الأمريكي من يقوم بهذه المهمة. الإعلام العربي هو إعلام يخاطب الشارع العربي في الشرق الأوسط، لا يوجد إعلام قوي يخاطب الشارع الأمريكي، وهذا أعتقد موضوع آخر أود أن أتناوله في حلقة أخرى مع المسؤولين عن هذا، وربما موضوع هام جدا يجب أن يكون له مساحة أكبر في برنامجنا. لماذا لا يكون هناك مخاطبة للشارع الأمريكي؟ لماذا؟ يعني كل الشكر لك ولتخصيصك من وقتك وجهدك، وأيضا للعزيزة الأستاذة ناهد الأغا التي أتاحت لي شخصيا فرصة التواصل معكم من خلال هذا البرنامج الذي يحاول أن يسلط الضوء وبكل صراحة على واقعنا، واقعنا الجميل، واقعنا المشرق الذي أعتز به جدا كامرأة عربية ومسلمة أيضا تعمل في مجال الإعلام، وأحاول أيضا أن أغير بعض المفاهيم الخاطئة عن المرأة في الغرب. كلمة أخيرة إن سمحت لي، أني أنا أدعو الجاليات في العالم الأمريكي والغربي بأن يكون لهم مساهمات جادة وعملية ملموسة في تغيير هذه الصورة، وأتمنى أن تتغير الصورة السلبية عن المرأة في العالم، والإعلام يحمل المسؤولية الكبيرة كما ذكرتي. فإن شاء الله ما دام أنه في ناس بوعيك ستتغير الأمور وسيصبح للإعلام دور إيجابي من هذه الدورة السلبية بالنسبة للمرأة. طبعا أحب أن أستمع إلى يعني تعليق الأستاذة ناهد، ومن ثم أختم في سؤال طبعا للدكتورة زينب. ناهد تفضلي. أكيد بلا شك هذا دور الإعلام ودورنا أيضا، وسنقوم جاهدين على إيصال هذا الصوت خارج المملكة العربية السعودية. وكما أشارت الدكتورة زينب يعود طبعا للإعلام ودورنا الأساسي به، وسنكون يدا بيد، ولكن أكيد لا نستغني عن دعمهن أيضا في المرتبة الأولى. دكتورة زينب، يعني استلقفتني عبارة للدكتورة ثريا العريدي إحدى المعينات لمجلس الشورى، قالت إن خطوة التعيين في مجلس الشورى هي بمثابة صك منح الثقة للسيدات للمساهمة في اتخاذ القرارات المهمة ودعم المجتمع، وأنها فرصة طبعا أتيحت لنا لكي نثبت قدرة المرأة، وأتوقع نجاح هذه التجربة بعد مرور 5 أشهر. كيف ترين هذه التجربة دكتورة زينب؟ تجربة رائدة وفريدة من نوعها، وفرصة ذهبية أعطيت للمرأة لتثبت للمجتمع وللعالم ككل أن المرأة وخصوصا المرأة السعودية لها القدرة على تفعيل وقرارات والتشريع، وهي أهل لثقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وستثبت الأيام أكثر قدرتنا ووطنيتنا وجديتنا في الوصول بالمجتمع للإصلاحات التي أرادها خادم الحرمين الشريفين. الدكتورة زينب أبو طالب عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا لك على هذه الإضاءة الرائعة عبر أثير صوت العرب من أمريكا. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة. شكرا. بعد الفاصل أيضا ستنضم إلينا سيدة الدكتورة أمل باجري، استشارة طب الأسرة بجامعة الملك سعود كلية الطب. بعد الفاصل نتابع. المحا
المحامي ستيفن لجانا المحامي القدير في الهجرة والتجنس يعلن افتتاحه لمكتبه الواقع في مدينة ديوبون وتماما على 5300 شيفر رود. المحامي لجانا لديه خبرة طويلة في قضايا الهجرة والتجنس قضايا الترحيل، يتعامل أيضا مع قضايا اللجوء من داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا جميع أنواع الفيز. المحامي لجانا لديه مكاتب منتشرة في العديد من الولايات الأمريكية بوسطن، نيويورك، واشنطن وميشيغان. لجميع استفساراتكم القانونية اتصلوا بالمحامي لجانا على الرقم 313-945-0022 313-945-0022. جميع الاستشارات مجانية لمستمعي صباح الخير ميشيغان. The American Muslim Center works for the community. It establishes goodness, virtue, and develops relationships between the Muslim communities as well as regional and national non-Muslim communities. The American Muslim Center on Outer Drive in Dearborn. Call 313-565-9314 or visit AmericanMuslimCenter.org. Ziad Brand. Quality products from our family to yours. Ziad Brothers Importing offers the finest quality products, including brands like Sultan, Kraft, Nestle, Hook, Rico Picon, Donna, and many more. Ask your retailer to carry these fine products because you deserve the very best. For more information, visit our website at www.ziad.com. That's www.ziad.com. Ziad, quality products from our family to yours. سوا على الهواء، سوا على الهواء، ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا. لأول مرة في التاريخ المرأة السعودية تدخل مجلس الشورى، وحول دور المرأة السعودية وما تتمتع به من حقوق سياسية واجتماعية واسع النطاق. معي مباشرة من السعودية زميلتي الأستاذة ناهد الأغا المذيعة في قناة السعودية الأولى، تشاركني تقديم هذا البرنامج. وأيضا انضمت إلينا الدكتورة أمل بجري استشارية طب الأسرة بجامعة الملك سعود كلية الطب، مركز أبحاث السمنة، مدربة ومستشارة لمرحلة المراهقة، وأيضا عميدة سابقة للكليات الصحية للبنات في الرياض والطائف، مشاركة في أبحاث السمنة ومن أهمها بحث مسببات السمنة لدى الشباب السعودي والأمراض المصاحبة للسمنة. صباح الخير دكتورة أمل، ومرحبا بك عبر أثير صوت العرب من أمريكا راديو بلدي. صباح الخير يا دكتورة أمل. دكتورة أمل صباح الخير. دكتورة أمل باجري بلا شك أيضا هي طبيبة معروفة ومحاضرة أيضا في المؤتمر العلمي الخامس للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع. كان طبعا عنوان المحاضرة هي صحة الأسرة والمجتمع السعودي والتحديات الراهنة والمستقبل المأمول. دكتورة أمل باجري، بطاقة تعريفية بسيطة أيضا عنك بداية اللقاء. حياكم الله جميعا، سعدت بحضوري في هذا اللقاء. أحب أن أعرف نفسي موجودا، دكتور أمل عبد العزيز باجري، منشأتي ولادتي ومنشأي في مكة المكرمة العاصمة المقدسة. حصلت على بكالوريوس، شهادة البكالوريوس بالجراحة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى المرحلة في المناصب من انتقلت إلى الطائف كعميدة للكلية الصحية 4 سنين، ثم هنا في الرياض كعميدة للكلية الصحية، ثم مدير لمركز التدريب في المكان المساعدة للتدريب والابتعاث في وزارة الصحة، وأنا الآن في موقع ومقري في مركز أبحاث السمنة جامعة الملك سعود. دكتورة أمل، من الملاحظ أن جميع عضوات مجلس الشورى سيدات يتمتعن بدرجة علمية عالية، كل منهن تتمتع بالخبرة في مجالات مختلفة. لو سمحتي، هل لديك طبعا، وأزيد على هذه الخبرة ما تفضلت به شخصيا من سيرة رائعة شخصية لك دكتورة أمل، لو سمحتي هل لديك إحصاء تقريبي على نسبة الفتيات اللواتي يلتحقن بالجامعات في داخل المملكة وفي خارجها؟
نعم هناك الآن سوف أتحدث عن الدعم الذي حصلت عليه المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين من توجه إلى التعليم سواء كان في الداخل أو في الخارج. دعينا نقول إن المبتعثات في الخارج وصلنا إلى 21% من المبتعثين، 25% منهم إلى مبتعثات في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تزيد النسبة أعتقد سوف تصل إلى 30% في المستقبل القريب إن شاء الله. أما المبتعثات أيضا داخليا في داخل المملكة ستزايد النسبة تزايد منفوض، ولكنها زائدة بشكل منفوض وسريع. دكتورة، تطور رائع للمرأة السعودية في العديد من المجالات، كيف ترين ريادة المرأة السعودية الآن في مجتمعها؟ طبعا المرأة السعودية في هذا العصر هي في عصرها الذهبي بل قد نقول المماثي. لماذا؟ لأنها وصلت إلى أولا نقول أنها انتقلت انتقالة كبيرة غير مسبوقة في وقتها وفي وقت قياسي أيضا. وصلت المرأة السعودية وتبوأت في عهد خادم الحرمين الشريفين تبوأت مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة المختلفة، حيث وصلت نرى أن المرأة السعودية وصلت إلى مناصب رفيعة مثل مديرة جامعة، وصلت إلى مرتبة وزير، أيضا شاركت في إنجازات تربية متقدمة ومهمة جدا على مستوى العالم، أيضا وشاركنا في منظمات علمية عالمية. المرأة السعودية مثلت الدولة في مجالات عدة وفي محافل عالمية، في مشاركة مهمة جدا شاركت في الحياة البرلمانية من خلال تعيين 30 عضو في مجلس الشورى وأصبحت متخذة للقرار في الدولة. هذا الدعم لم يكن في السابق موجود، الآن موجود وذللت لها كافة الصعوبات لكي تصل إلى هذه المناصب العالية. جميل. طيب دكتورة أمل، يعني كما ذكرت أيضا وأشرت إلى المراحل التدريجية التي من خلالها وصلت أيضا إلى هذا المنصب وتبوأت له وأيضا في ظل خادم الحرمين الشريفين، لكن في الغرب هناك نظرة قد تكون مختلفة للنساء العربية وتحديدا المرأة السعودية، باعتقادك لما تعود أسباب هذه النظرة؟ والله أنا أعتقد إن في السابق قد تكون الرؤية محجوبة أو لم تكون الرؤية واضحة، ولكن بهذا الدعم والله الآن التي نتحدث عنها لم يكن، يعني لا يوجد لنا أي ولا أدنى عذر إننا لا، يعني المفروض إن إحنا نصل إلى العالمية في كل شيء، المفروض إن كل مبتعثة الآن تكون رسولة لنا في الدول المختلفة، تمثل المرأة العربية، المرأة السعودية المسلمة، المحافظة على جميع التقاليد المتطورة. هذه الأشياء في السابق لم تكن موجودة، أما الآن أعطيت لها المساحة، دعمت بكافة الاحتياجات، ذللت لها الصعوبات وهيئت لها الصعوبات. بودي أن أذكر هذا أيضا السؤال، يعني خطر أيضا في بالي الآن، استعرضنا نحن طبعا مسيرة النجاح لعضوات مجلس الشورى وأيضا يعني لكننا لم نسأل طبعا أو أسأل أنا تحديدا الصعوبات التي واجهتها المرأة السعودية، هل تعتقد أن هذه الصعوبات كانت هي عائق كبير أم يعني تحديت أنت هذه الصعوبات ونجحتي في العمل؟ نعم كانت صعوبات كثيرة، وكانت صعوبات يعني مقيدة لنا قيود، كانت ليه؟ لأنه كانت النظرة لم تكن النظرة باقية، كانت لم تتح لنا المجال، ليس هناك لدينا مجال، يعني أصلا ما يعني الآن لا نستطيع نقارن، لا يوجد مساحة للمقارنة بين السابق والحاضر. التغيير تغيير جذري، تغيير منفوذ، تغيير للأفضل الأحسن. يعني يكفينا نقول انه ما كان في اصلا وجود الجامعات بطريقه الموجوده الان كعددا وكميه ونوعا، لا لم يتح لنا الاتحاد من السابق، لم يكن لنا جامعات خاصه مخصصه بالمراه بشؤون المراه وبجميع المجالات، لم تكن مشاركه في اي مناصب من مناصب الدوله، الان اصبحت تتنصب مناصب عاليه يعني الأوسمة على إنجازاتها والإنجازات العالمية اللي وصلت لها المرأة.
دكتورة مقال رائع استوقفني للكاتبة والصحفية باربرا فيرجسون. قالت: لماذا يحمل الغرب صورة مشوهة عن المرأة السعودية؟ وإذا أحببت أن أضيف المرأة العربية والمسلمة. تقول باربرا: يعود ذلك طبعا في ذكرها الأسباب كثيرة، ولكن استوقفتني الناحية الإعلامية. الإعلام دكتورة دوره كبير جدا في تشكيل ثقافة الشعوب. من هذه الأسباب التي ذكرتها بعض جهل المراسلين الصحفيين بطبيعة وثقافة المجتمع السعودي والمجتمع العربي، والمعلومات التي يستقيها فقط عبارة عن معلومات من القنوات الأمريكية، والتي نوعا ما هي منحازة لتصوير المرأة. وأيضا ذكره هوليوود وتأثيرها الكبير في تشويه هذه الصور. دكتورة، هل تتفقين مع باربرا أن هناك تقصير كبير منا شخصيا في التواصل مع الغرب إعلاميا؟ نعم يا ليلى، أنا أعتقد ذلك، وقد أكون أحمل أنفسنا نحن السعوديات والعربيات المسلمات نحن لم نكن موجودين في الساحة، ولكن الآن إن شاء الله بمجهودات الجميع ومجهوداتكم، والآن البرنامج هذا دليل على إن إحنا إن شاء الله سوف يعني نتجاوز هذه العقبة، ورح نظهر إن شاء الله إعلاميا وعالميا إن شاء الله. ولكن يحق لها هذه المقولة لأنها الصورة محجوبة، ويصير الطرف الآخر لا يرى إلا ما يسمعه من الآخرين، وإحنا غير متواجدين في الساحة، فلا بد لنا أن نظهر الآن. نعم يعني دكتورة، أحب أضيف أيضا ليلى، اسمحي لي زميلتي ليلى، يعني الدكتورة أمل باجري أيضا متخصصة في أبحاث السمنة وفي المرحلة الأخيرة، يعني كلنا عارفين أنه السمنة مزود معدلاتها وخاصة في دول الخليج. أيضا حابة أنه يعني نتناقش في هذا الموضوع مستقبلا، وماذا عن السمنة وأمراض السمنة معها. أعود إلى الوراء قليلا وإلى قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. لم يأتي هذا القرار يعني كما نبدو يسوي، رغم أنه كان بطيئا، وهناك دلالات يعني في عام 2006 كان قرار ملكي بتعيين 6 مستشارات غير متفرغات، وعام 2009 أيضا تعيين الدكتورة نورة الفايز في منصب نائب وزير التربية والتعليم كأول نائبة وزير في السعودية، وفي عام 2012 أيضا تم تعيين منيرة العصيمي في وظيفة وكيل مساعد لشؤون الخدمات الطبية المساعدة وزارة الصحة كأول امرأة بهذا المنصب، طبعا منصب دبلوماسي. وفي عام 2013 تم تعيين 30 عضو في مجلس الشورى السعودي، وهذا طبعا ما تكلمت عنه الليلة زميلتي أبايا عبدة. تعيين 30 عضو مجلس الشورى وهذا القرار التاريخي العظيم، اليوم المرأة السعودية تتقلد يعني مناصع عدة وفي عصرها الذهبي. أرجو إيصال رسالة للنساء العربيات باختصار. دكتورة، في أقل من نصف دقيقة، للأسف دهمنا الوقت، هل من رسالة سريعة في أقل من نصف دقيقة توجينها عبر أثير صوت العرب من أمريكا لو سمحتي؟ أولا أشكركم جميعا، ولكن لابد أن أقول أنه يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة الذهبية المتاحة لنا للبروز في جميع مناشط الحياة المختلفة، مرتكزات على الثوابت الإسلامية الصحيحة، ومحافظات على تقاليدنا وعاداتنا التي تربينا عليها، وأنه لابد من مواصلة المشوار العلمي والعملي الذي بدأناه جميلات بنفس الهمة والعزيمة والنشاط، مع الشكر والتحية والتقدير. الدكتورة أمل الباجري، شكرا لك على هذه الإضاءة والإشراقة في صوت العرب من أمريكا. هذا الموضوع الهام الذي نتناوله هو بداية فقط لموضوعات قادمة إن شاء الله. وكل الشكر لزميلتي الدكتورة نهد الأغا من قناة السعودية الأولى. نهد، شكرا لك. شكرا لك ليلى. إلى اللقاء. تحياتي من وراء الميكروفون، كانت معكم لهذا الصباح ليلى الحسيني، وتغطية من السعودية مباشرة لدخول المرأة السعودية ما ترك الحياة السياسي لأول مرة تاريخيا. أحييكم أينما كنتم تستمعون إلينا في هذه الفترة الصباحية. إلى اللقاء. يا بلدي.